ايوه شباب مزال شعره على اللي حامل جوه في حاجه ثانيه خدت على اليمين سمك مصر طبعا بيجي بكثره الايام هذه لانه سمك بحرنا ما فيش محاربين عندنا هنا الصيادين لو مثلا صياد غرب يقول هيك بنطخ عليه بتبهدل بيرجع فيش ولا ببحرنا ولا شيء الجرع الدنيس البور الصروص الخنزير كل جميع انواع السمك من مصر ومعظمها يعني ممتازه يعني مش عاطل السمك اللي بيجي من مصر ممتاز جدا يعني الناس اجت لانه رخيص الجرع ب 20 الصروص ب 20 البور ب 20 كان الكيلو ب 40 هذا يعني الكيلو كان قبل 2 كيلو من تبع بحر ممكن يموتوا ماشي الكاميرا هل بنطالب انه السمك يضل على طول زي هيك ان شاء الله ما يضايقوش يعني بيعبروا السمك من النفق ومن المعبر يضل مستمرين مع اهل غزه هيك لانه السمك في غزه ما فيش ولا شيء لو ما طلعش من مصر ما جاش من مصر الناس مش هتاكل سمك في غزه حتى ربنا يسامحك بالنسبة للبحر ما فيش بنقول لك صيد من مرة يعني لما السمك المصري يسكر الدكاكين بدك تيجي الصبح بدري بتلاقيهم ما بيبيعوا سمك مصر تو لو اجيت الصبح بروح وروح لعندي